لا مؤاخذة، أصل طول النهار بلف على رجلي بدور على شقة، أنا آسف. على العموم حصل خير، المهم إنك تكون وفقت. لا والله، لفيت السيدة زينب تقريبا كلها ولا فيش فايدة. وما دورتش حضرتك في الحسين؟ ما أنا ساكن فيه دلوقت. وعايز تحاسب ليه؟ ده حي كويس جدا. ما قلناش حاجة، والبيت رخيص وقريب المدرسة اللي بشتغل فيها. لكن بقى على رأي المثل، الحلو ما يكملش. ليه؟ ايه؟ أصل البيت في حارة ما يعلم بيها إلا ربنا. مالها؟ ساكن قصاد مني في الشقة جزار متوحش قتال قتلة، طول النهار ملوش شغلانة غير ضرب سكاكين. خبر؟ تصور حضرتك، ما يعرفش يتفاهم إلا بالسكينة والسطور. البني آدمين دول عنده كأنهم مواشي. أعوذ بالله، الجيرة خطرة جدا. شد خيلك يا ابني. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. منك لله يا متولي اللي وقعتني الوقعة المهببة دي. قد كده حضرتك منتهي من البيت ده؟ متضايق وبس. مادام انت في حالك هتخاف من ايه؟ مش خايف يا فندم، بس المثل بيقول ابعد عن الشر وغنيله. شر ايه؟ اكتر من ده شر، سكاكين وخناجر والسفير عزيزة. السفير عزيزة؟ ايوه يا ستي، اخته اسمها السفير عزيزة؟ الناس مسمينها كده، الظاهر انها حلوة، اللي يبصلها يذبح. طب وانت هتبصلها؟ انا مش بتاع الحاجات دي، لكن الباب في الباب والسلم واحد، اكون نازل طالع هي طالعه واقفه، تبقى مصيبه. والله ما عندكوش شقه فاضيه جنبكم ولا قريبه منكم؟ كان في بس سكنت. يا خساره، ما فيش نصيب. على كل حال في شقه قصادنا، الظاهر هتبدا قريب. يا ريت. سكن فيها انسان طيب ومؤدب وفي حاله، بس الظاهر الحاره مش عاجباه. ليه؟ بيقول ساكن قصاد منه جزار متوحش قتال قتلة، ما يعرفش يتفاهم إلا بالسكينة والسطور. جزار إيه؟ وله أخت اللي يبصلها يذبحه. مش عارفة الناس مسميينها. هو حضرتك السفير عزيز؟ يا خبر السويت. عن إذنك. اتفضلي. مصيبة مصيبة. ايه اللي حصل يا سي احمد افندي؟ النهاردة وقعت حتة وقعة في الاتوبيس. يا ساتر يا رب، وتعورت؟ الظاهر اني لسه هتعور. ايه اللي حصل؟ مش فاهم. قولي. اللي يرفع عينه لمرات المعلم او اخته يحصل له ايه؟ سي احمد افندي، اوعى تكون. ما حصل النهاردة. يا ساتر يا رب، وحد شافك؟ الظاهر ان صاب المعلم اللي كان واقف جنب عربية البطاطا ده خد باله. حي يا عفيف، اتأخرت ليه يا عزيزة؟ أصلهم كانوا ماسكين فيا في بيت خالتي. اسكتي يا مرات أخويا، اسكتي على اللي حصل في الأتوبيس وأنا راجعة. حصل إيه؟ فصلي فطس من الضحك. إيه هو؟ تعرفي مين كان معايا في الأتوبيس؟ عصعص. عصعص مين؟ ده ملحقش يركب معايا من الزحمة. يا ندمت، أمال مين يا أختي؟ حذري. حد من اللي نعرفهم؟ يعني. يو هتحيريني ليه بس يا عزيزة؟ قولي بقى والنبي. هقول لك بس لما ألقط نفسي، يعني من ساعة ما سبت الأتوبيس لحد هنا مش قادرة أكتم الضحك. هو برضه في بنات مؤدبين يمشوا في الشوارع ويضحكوا؟ مين اللي كان معاك في الاتوبيس؟ ده ما تنطقي، عايزين نضحك احنا كمان يا ست عزيزه. دي واحده معرفة خالتي. مين دي؟ واحده ست. معرفنا انها ست، مين؟ ما انت ما تعرفهاش. وعملت ايه؟ كانت بتقول كلام على خالتي وما كانتش تعرف ان انا بنت اختها. كلام زي ايه؟ كانت بتتريق عليه. تبقى قليله الادب، تضحك في ايه دي؟ فاهمين ضحكت عليه امال؟ كانت بتقول عليها انها بخيله يعني، وانت عارف خالتي. تبقى بنت اللي قليله الادب، كان لازم ترد عليها. حاضر. الحال المال ده ما يعجبنيش، فاهمين؟ مفيش خروج من النهارده من البيت ابدا، لا انت ولا هي.
وخالتي جدتك كانت عايزه تشوفك لما تيجي تشوفك هنا. يا ساتر. قولي لي يا عزيز، مين الست دي اللي تعرف خالتك وكانت قاعده تتريق عليها؟ ست ايه؟ ده ما كانش ست، ده كان راجل. راجل ويعرف خالتك؟ ده الجدع المدرس اللي ساكن قصادنا. مين؟ اللي اول ما سكن كان هيتخانق مع اخويا اللي كل ما يمشي يبص في الارض. وكلمك؟ ايوه بس ما كانش يعرفني. قال لك ايه؟ قال ايه؟ عايز يعزل. يخيبه، امال سكن في ايه وهيعزل في ايه؟ تصوري بيقول على اخويا انه جزار متوحش قتال قتل. اخص عليك يا عزيزه، وسبتيه والخدع على اخوكي؟ ما هو ما كانش يعرفني. تعرفي اول ما عرف ان انا عزيزه ها وش اخضر واصفر ما بقاش عارف يقول ايه، والنبي صعب عليا. يا كبدي يا اختي، بقى صعب عليك. وبعدين معاكي بقى يا مرات اخويا؟ ولا حاجه. مش بيقولوا الحب بابه شافه او شباكه عاطفه وفرشته الحنيه؟ قصدك ايه يعني؟ ولا حاجه، اصلك فكرتيني بالذي مضى. تعرفي يا عزيزه ايه اللي حببني في اخوكي؟ ايه؟ كنت يا روح قلبي اشوفه خارج من باب السلخانه شايل العجل على كتفه وعمال يعتل كانها سكاكين بتقطع في قلبي. ما هو ده العجل. ما صعب علي. اسمعي يا عزيز، اكفع الخبر مجور، حسك عينك تجيبي سيره قدام حد. انت عارفه طبيعة اخوكي، احسن بعدين يلا السلامه. طبعا. اسمع مني يا سي احمد افندي، خد اجازه ويا تسافر يا تعزم من هنا على طول. عن اذنك. استنى استنى، راح فين؟ لا يا عم انا ورايا مشوار. عن اذنك، سلام عليكم. عايزك؟ عاوز انا؟ لا عايز خيالك، عايز دله. في ايه يا معلم؟ امرك عجيب قوي. انا قلت لك لحمه بتلو مش ضاني. اتلم والعدله بتاخده. طب ممكن وقت تاني بقى يا معلم؟ على ايه وقت تاني؟ ما تستاهلش، حفضلك اهو. كرسي الواد لفندي، لا مؤاخذه، كرسي لفندي قعد. وراح فين؟ انت بتاع الثلاجه ليه؟ يا لحمه مش مكتومه. ما تيجي هنا وتخلي معايا حضرتك وفوت على خير. دكتور البدري ما اعترفش بيه. يا شاويش تمام، مش هيرجع كده حاجه. خد عليك وارجع على بيتك. يا حاج مفيش داعي. معلش مثير الوجود تتقابل. انا عايزين ياخدوه مني رخيص. مش هعرفك محيفلك منين. يا جماعه مفيش فايده في الكلام ده. احسن حاجه تشوفوا له محامي حالا دلوقتي. والله كلامك مظبوط يا سيدنا الافندي. مين الافندي ده؟ ده جدع حته سكره، مدرس وساكن قدام المعلم. ما تنفع يا منيل، ودوه الكراكول ليه؟ مش عارف، انا لسه كنت جاي وسمعت الاستاذ بيقول هاتوا له محامي. محامي؟ ومحامي ليه يا سيدنا الافندي؟ ايه اللي حصل؟ بسيطه ان شاء الله. بسيطه؟ ولا ما هي بسيطه، بتقول محامي ليه؟ اصلهم ظبطوا عنده لحمه مش مذبوحه في السلخان. طب وايه يعني؟ ودي عايزه محامي دي؟ ما تنفع. اصلهم ظبطوها في الثلاجه، يعني جوه المحل. ها. يعني ثابته. ثابته؟ الثابته ايه؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ انت شفت بعينك بتتدخل ليه في اللي مالكش فيه؟ طولي بالك يا مرات اخويا، دي نصيحه. ما حدش ساله، وكل واحد يلم لسانه ويوفق كلامه على نفسه. خشي الثابته ايه؟